سيارتي هي الأحمر التي تم إطلاق الرصاص عليها في حي باب الدريب تاريخ 7/9/2011 وإصابة جميع الكادر من المسعفين برصاص قوى الأمن. حمص منظمة الهلال الأحمر تم الإطلاق عليها من قبل قوى الأمن. عدد الطلقات يتجاوز 19 طلقة في السيارة. لا الله يخليك. لا منظمة الهلال الأحمر في حمص. صور الهداء ما بقدر يطلع الواحد نهائيا. يوسف هذا حكي، انت بتحكي حكي.